فالحل الحالي ليس في لو بروتوكول نتاع العلاج، ولكن الحل حاليا راه انتقل من الطواقم الطبيه الى المواطن البوليدي، فالحل بيده. فان اراد ان نقلل من اجال الانتهاء من هذه الازمه فما عليه سوى يعني الالتزام بقواعد الحجر الصحي الجزئي، وسوف نتخذ اجراءات رضعيه، سوف نحمل المسؤوليه الى اصحاب المحلات ولن نتردد ابدا في غلقها من جديد. شكرا.